دكتور ازاي صحتك فني؟ انا بتكلم في وقت مش مناسب؟ لا اكلمك تاني مفيش مشكلة. طيب والنبي معلش كان بيكلموني النهاردة هنا، انت عارف حضرتك قلت حضرتك المبلغ اللي هو المقدم اللي بيشتغل بيه الجيش في المشروعات، وهو كان يوسف دخلهم من بنك ابو ظبي البنك المركزي وديعة، فهم مش قادرين يصرفوا من اللي عند البنك المركزي، يصرفوا بالجنيه مش عارفين ياخدوا، البنك المركزي يقول لهم ما ينفعش. لا بديها لهم وديعة، انا ما اعرفش ده بقالها يومين ثلاثة يعني، حتى كلموا امبارح البنك المركزي قال لهم الفلوس عندنا بالدولار وديعة وما نقدرش نحرك منها ولا نعمل اي حاجة. المفروض يحول الجنيه يدي للقوات المسلحه عشان القوات المسلحه اللي شغاله، وطبقا للبروتوكول اللي كنا كتبناه ال 50% دولت انها عايزه تكمل بسرعه، فبيقولوا لا تقدم مستخلصات الاول مش عارف فين، يعني قصه كده طيب خلاص ماشي يا فندم ماشي. طيب يا فندم اتفضل. يا احمد بقول لك ايه يا ابني، عبد الرحيم علي زع اي حاجه ضد حمدين صباحي امبارح؟ زع فعلا؟ زعها فعلا؟ من قايل لمحسن عبد النبي يعني بعتت لك قبل الحلقة ما تتذاع ولا بعد؟